أكبر مكونات الدم هي البلازما، لأنها بتشكل حوالي 55% من الدم. بلازما الدم عبارة عن سائل مصفر اللون بيتكون من 90% من المية، ودورها هو إنها بتنقل خلايا الدم والمكونات الأخرى، والعناصر الغذائية اللي بتمر من الجهاز الهضمي للجسم بتنتقل خلال بلازما الدم. والعناصر دي بتشمل كل من الجلوكوز والأحماض الأمينية أمينو أسيدز والفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية. بلازما الدم اللي بتدخل الكلية بتحمل الفضلات الناتجة من أنسجة الجسم، والكلية بتعالج الدم عن طريق فلترة الفضلات الموجودة فيه زي اليوريا واليوريك أسيد والكرياتينين، وإخراجهم من الدم وإدخالهم إلى الجهاز البولي. البلازما برضو بتنقل مكونات الجهاز المناعي والهرمونات والإنزيمات، وبتحافظ على الاستقرار الداخلي للجسم بواسطة الإطلاق الحراري